فقوام هذا الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر. تركي البن علي أو أبو سفيان السلمي ألقت قوات عسكرية ليبية القبض عليه مؤخرا أثناء اقتحامها لآخر معاقل تنظيم داعش في مدينة سرت الليبية. فمن هو تركي البن علي؟ ولد تركي البن علي في العام 1984 في جزيرة محرق في البحرين. انخرط منذ أكثر من 15 عاما في حلقات مختلفة يعقدها المنتمون للفكر التكفيري في المحرق ضمن عنوان شباب التوحيد في البحرين. بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة. درس المرحلة الابتدائية والإعدادية في مدارس الإيمان الخاصة والتي تقدم تعليما دينيا سلفيا، وانتقل إلى مدرسة الهداية في المحرق لاستكمال المرحلة الثانوية في القسم الأدبي. عمل مدرسا في مدرسة عمر بن عبد العزيز في بلدة الحالة، كما كان إماما لمسجد في سوق المحرق، ثم انتقل لمسجد العمال الذي علق فيه فتاوى التكفير. نعم، ظهر الفساد وانتشر في طول وعرض البلاد. تلقى في السعودية دروسا في الفكر التكفيري على يد ابن جبرين، ثم تخرج بعد ذلك من كلية الإمام الأوزاعي في بيروت، وهناك نسج شبكة من العلاقات مع الجماعات التكفيرية في لبنان. يا أوباما يا أوباما، كلنا اليوم أوساما، كلنا اليوم أوساما. النصرة الحقيقية إذن أن نحكم بشريعة الله. أسس في البحرين تنظيم السقيفة التكفيري، وتنقل بين أحضان المنظمات المتطرفة، ونشر الفكر الإرهابي في ليبيا والمغرب واليمن، وحتى التحاقه بسوريا في العام 2013 وضمن جبهة النصرة. مكنه انتماؤه إلى قبيلة آل بن علي المعروفة بتحالفها التاريخي مع آل خليفة من نسج شبكة من العلاقات بعدد من الضباط والعسكر في أجهزة النظام بالبحرين، خاصة وأن له أقرباء بالنسب والمصاهرة يحتلون مراتب عسكرية عليا في الجيش الخليفي وبقية الأجهزة الأمنية. فيما تزوج رئيس التحرير السابق لصحيفة الشرق الأوسط سلمان الدوسري من شقيقته. ويعتقد بأن هذه الشبكة أسهمت في تمويل الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق. نبايع أمير المؤمنين. تركي البن علي ظهر في العام 2014 وهو يلقن جمعاً في أحد المساجد بمدينة الموصل العراقية قسم البيعة لأبي بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش بوصفه خليفة للمسلمين. في هذا الأمر كان لإخوانكم في الدولة الإسلامية قصب السبق، لذلك عزوا وبزوا. أصبح البن علي منظرا لتنظيم داعش الإرهابي، ثم انتقل العام الماضي إلى ليبيا بأمر من أبي بكر البغدادي ليقود التنظيم هناك في مدن درنة وسرت اللتان نشر فيهما الفكر المتشدد. القوات العسكرية التابعة للمجلس الرئاسي في ليبيا والمدعومة أمريكياً أعلنت انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير سرت في شهر مايو الماضي، ونجحت في طرد التنظيم منها مؤخرة، وكانت المفاجأة هي اعتقال تركي البن علي. مراقبون يعولون على أن يؤدي اعتقاله إلى الكشف عن الخلايا التكفيرية في البحرين وعن الجهات الداعمة لها داخل عائلة آل خليفة الحاكمة في البلاد. علاقتنا وياكم واللي بيطبق عليكم ويطبق علينا.